يطلق مركز الشفافية الأردني اليوم عملاً فنياً جديداً وفريداً احتفاءً باليوم العالمي لمكافحة الفساد من خلال عمل مسرحي حمل عنوان حجرك يا وطن. ويأتي هذا العمل الذي تم تصويره على مسرح الفنان أسامة المشيني بالتعاون مع وزارة الثقافة للتذكير بأهمية مكافحة الفساد بمختلف الوسائل والأدوات. هذا ويحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد بالتاسع من كانون الأول من كل عام، وذلك بعد إقراره من الأمم المتحدة عام 2015. وكان الأردن من الدول الفاعلة في مراحل متقدمة من التحضير والتفاوض للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها بالعام 2003، ومن أوائل الدول العربية التي وقعت على هذه الاتفاقية بقانون خاص عام 2005. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. نؤكد مجدداً أن الحظر الشامل قام إلى إشعار آخر، سيبدأ اعتباراً صباح غداً الثلاثاء البدء بإيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. سجل بالمملكة لهذا اليوم 8 إصابات بفيروس كورونا، 2 مخالطين لعرس وحالة مخالطة لمخالط قد خالط مخالطة، وحالة لسيدة أجنبية تبلغ من العمر 70 سنة، وأنا والله أنا داري شو كانت تساوي. ومعنا عبر سكايب من عمان صاحبة فكرة مسرحية حجرك يا وطن لارا عبيد، ومعنا أيضا كاتب المسرحية قيس المناصير. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم معنا. نبدأ معك لارا، كيف جاءت فكرة العمل وما هو الهدف منه؟ صباح النور. أولاً الفكرة أجت بالظرف اللي إحنا فيه هلأ، إنه حجر والوباء وممنوع التجمعات. فإحنا بالمركز كل سنة بـ9/12 بنحتفل بهذا اليوم لمكافحة الفساد، فحبينا نحتفل هاي السنة بإشي مختلف، بإشي غير عن كل سنة، وبإشي بنفس الوقت بحاكي الواقع. فما لقينا صراحة أحسن، يعني حاولت كثير نفكر أنا والشباب وأنا وزملائي، بس آخر إشي طلعت لي فكرة المسرحية وأنها تكون مصورة من غير جمهور كونه ممنوع التجمعات. وطرحت الفكرة صراحة على الهيئة الإدارية للفرسان ولاقت قبول، وطرحناها على الهيئة العامة وبلشنا فيها. نعم. طب لارا، خلينا نحكي شوي أيضا مع قيس الآن الكاتب المسرحية. قيس أيضا يعني حابة أعرف كيف حاولت من خلال الكتابة ومن خلال النص أنه توصل الفكرة للمواطنين وللمشاهدين. أول شيء يسعد صباحك وصباح كل المملكة فردا فردا. أنا أول مرة وفي تاريخ حياتي أكتب أي نص مسرحي أو نص درامي تمثيلي إلى آخره. صراحة أنا شفت يعني فكرة الزميلة لارا عبيد إنها بدها ننتج مسرحية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد. أنا عندي قدرة على الكتابة للأمور الأخرى كوني صحفي، فإنه قلت راح أجرب مش غلط. اطلعت على نص قديم لأحد المسرحيات، شفت كيف المكونات للنص، بعدين أخذت يعني أجزاء المسرحية من الواقع الأردني، ما جبت أي شيء من برا. نعم. طيب حجرك يا وطن، هذا الاسم أنت قيس اخترته، وشو يعني شو الفكرة اللي كنت حابب توصلها من خلال كلمة حجرك بالذات، كونه هاي يعني الكلمة اللي مدوختنا جميعا من شهر آذار الماضي؟ صراحة يمكن أكثر كلمة من فعلا من آذار الماضي تكررت هي كلمة الحجر. نعم. إن كان بالفنادق، إن كان يوم الجمعة إلى آخره. حجرك يا وطن اخترناها من معاناة الأشخاص والأفراد والمواطنين من هذه الكلمة، حجرك يا وطن، إنه الحجر هذا داخل الوطن سبب لهم متاعب كبيرة، فاخترنا هذا الاسم على بناء عليه. نعم.
بدنا نعود الآن للارا أيضا عبيد، كونه يعني هي صاحبة الفكرة بهذا الموضوع، وهي اللي فكرت بأنه يكون الاحتفال هذا العام عن طريق عمل مسرحي. يعني كيف من الممكن أنه تطوع فكرة فنية وتتحدث بمكافحة الفساد؟ صراحة هي مجرد فكرة، لما طرحتها على مركز الشفافية الهيئة الإدارية، رئيس المركز والأعضاء جميعا أيدوها ودعموني ودعموا زملائي، لما بعدين إجينا لنحكي مين بده يمثل فيها، فكنت حابة صراحة، وهذا اللي صار يعني، إنه الممثلين يكونوا نفسهم من المركز، يعني مركز الشفافية الممثلين من المركز، وصادرة الفكرة من المركز وكتابة من المركز. فلقينا صراحة قبول بالهيئة الإدارية بالمركز، والهيئة الإدارية خاطبت وزارة الثقافة، ولقينا كمان قبول تشارك بين وزارة الثقافة ومركز الشفافية، وعملنا الفكرة يعني ترجمناها لأرض الواقع. نعم. طب لارا، كيف كانت تجربتك كونه يعني أنت أيضا مشاركة بهذا العمل من ناحية الفكرة ومن ناحية أيضا أدائك بالمسرحية كممثلة؟ صراحة تجربة أكثر من رائعة، يعني أنا طرحت الفكرة بس ما توقعت إنها يعني تنجح هيك، يعني من الفرحة الواحد بده يبكي. كفكرة صراحة كثير انبسطت إنها لاقت قبول عند الكل، عند يعني حتى بوزارة الثقافة، المخرج الأستاذة نجلاء عبد الله، كلهم أحبوا الفكرة وساعدونا ودعمونا، ومركز الشفافية طبعاً والست هيلدا وكلهم. هلا كممثلة حسيتها صعب كثير، يعني صعب شوي علي، عشان هيك انا ما اخذت دور كبير، يعني يمكن دوري اقل دور بزملائي، لانه ما بقدر يعني اني امثل وهيك. بس زي ما حكيت لك، يعني احنا كنا حابين انها تكون بمركز الشفافية، واعضاء مركز الشفافية الفرسان هم اللي يقوموا فيها، فعملناها. نعم. طب لارا، يعني لو ما كانت يعني الدنيا هي دنية اليوم وما كنا ضمن جائحة كورونا، هل برأيك كانت رح تيجي نفس الفكرة عندكم وتحاول إنه تحتفلوا بهذا اليوم عن طريق عمل مسرحي يحضروا المواطنين ويكون بيقدروا الناس يتواجدوا بالمسرح معكم؟ أكيد. كان لو الدنيا الوضع طبيعي وما في وباء وهيك، كان ممكن كمان تجينا نفس الفكرة ونعملها، بس ممكن نختار موضوع ثاني كونه ما في وباء وهيك. نعم. وبالعكس بتوقع رح تكون كمان لسه أحلى مع الجمهور. نعم. بدنا ننتقل مرة أخرى لقيس ونتحدث أيضا معاه كونه هو كاتب النص. لما كنت عم تكتب قيس، وبما أنه المشاركين والممثلين هم من زملائك، يعني هل كنت مثلا عارف أنك أنت عم تكتب مثلا هذا المشهد لهذا الشخص، كونك أنت بتعرف شخصيته، كونك أنت بتعرفهم زملائك بتشوفهم بشكل يومي، ولا أنت تمت كتابة النص بشكل كامل بعدين وزعت الأدوار؟ صراحة أنا لما بلشت أكتب النص، أنا أخذت الشخصيات من الشارع الأردني، يعني أنا خلال مرحلة كتابة النص كنت أنزل على الشارع، أمشي أشوف الشخصية، أشوف الناس في الشوارع، أحاول أدون ملاحظات إنه إيش أكثر شيء بتعب الناس، شو ملاحظاتهم على إن كان صندوق خدمة وطن، على يعني على أكثر من شيء من القرارات الحكومية. بعدين بعد ما انهيت النص، احنا اجتمعنا كاعضاء مركز واعضاء هيئه اداريه، فالست نجلاء عبد الله الممثله القديره مشكوره كل الشكر، ساعدتنا في اختيار الشخصيات، يعني احنا لسه انا ما كنت عارف مين راح يعني يتقمص شخصيه فلان او ياخذ كاركتير شخصيه فلان، ما كان عندي اي علم في اي شخص مين راح ياخذ. ست نجلاء عبد الله ساعدتنا كثير، الاستاذ وصف الطويل وعبد السلام الخطيب كثير ساعدونا، مشكورين. فلا انا ما كنت مجهز مين، حتى انا الموجود يعني في المسرحيه كشخصيه طفران، ما يعني انا ما كنت عارف انه انا بدي امثل هاي الشخصيه. نعم. عموما بدنا نتمنى لكم كل التوفيق قيس المناصير، كاتب مسرحية حجرك يا وطن، وأيضا بنتمنى توفيق لارا عبيد، وإن شاء الله هاي الفكرة بتستمر يعني
بالمواسم المقبلة وبالاحتفالات المقبلة، وبيكون شكل التعبير أيضا مختلف، وإن شاء الله بالأوقات القادمة بيكون في جمهور لحتى يتابعوكم عن قرب. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم.